أخبار اليوم. رمضان كريم عليكم وعلى الأمة العربية والأمة الإسلامية جميعا. النهاردة 11/6/2015 بكلمكم من لوكيشن فيلم شد أجزاء، وبطمن جمهوري الحبيب إن خبر إن النيابة أصدرت قرار بضبط وإحضاري ده خبر كاذب وإشاعة، ودي حملة يعني مش عارف مين وراها بالظبط لتشويه صورة محمد رمضان. الموضوع بدأ من زمان جدا، واستغربت إن الأخبار اللي نزلت عن الشاب اللي دخل اللوكيشن بسجارة حشيش ودخل بشكل غير لائق وشتم وعمل قصد، يعني طلع منه ألفاظ وحشة جدا في حقنا كلنا في حق اللوكيشن كله، وتم ضربه من كل اللي شاهدوا الواقعة يعني بما فيهم ناس من أهل حتته. وبعد سمعت الموضوع وأنا كبطل العمل يعني الحمد لله دي حاجة الواحد عملها ربنا وحده لوجه الله، يعني مش عايز أتكلم فيها، ولكن بعد شفائه كلم أخويا محمود وطلب يعني 2 مليون جنيه عشان ما يسويش صوته قدام الإعلام قدام البرامج والحاجات. فانا بطمن جمهوري ده خبر كاذب، خبر ضبط واحضار محمد رمضان، ان حتى لو النيابه يعني طلبت اقوالي بتطلبها عن طريق استدعاء بسيط جدا ومش ضبط واحضار ولا حاجه. كل سنه وانتم طيبين، محمد رمضان.